حنكمل في الجزء الثاني للمحاضرة 12 في الطفيليات، وحنتكلم عن دورة حياة المثقبات. تمتاز المثقبات ثنائية المنشأ بوجود دورات حياة معقدة مع وجود استثناءات نادرة. حتتحصن خلال دورة الحياة 6 مراحل يرقية، وهي المريسيديوم، ثم الكيس البوي، ثم الريديا، ثم السركاريا، ثم السركاريا الوسطية وهي نادرا، ثم السركاريا البعدية. إلا أن الأغلبية العظمى من المثقبات لها 4 أو 5 مراحل يرقية. تم التفقيس للبويضات والتي أخذت طريقها إلى الخارج عن طريق البصاق أو البراز أو البول بمجرد وصولها للخارج عادة. في بعض الأحيان تنمو الأجنة داخل البويضات وهي لا تزال في جسم العائل، إلا أن الأغلبية تبقى غير متكونة إلى أن تأتي الظروف المناسبة لتكوين الجنين خارج جسم العائل. يكون الماء والرطوبة ضروريين لتكملة نمو البويضات ويسيطر على تفقيس البويضات المحتوية على الميريسيديوم عدة عوامل، منها الضوء ودرجة الحرارة والملوحة والحالة الغازية. طائفة الديدان المثقبة كلاس فريماتودا، عائلة المشقات أو فاميلي شيستو سوماتيدي، ديدان البلهرسة أو الشستيسوما. تظهر أفراد هذه العائلة بعض المميزات الشكلية والوظيفية عن بقية الديدان المثقبة. هي ديدان منفصلة أو ثنائية الجنس، بيحمل الذكر الأنثى في قناة بطنية تسمى قناة الاحتضان أو قناة التزاوج. بتتطفل الديدان في الأوعية الدموية لعوائل من ذوات الدم الحار غالبا. البلعوم غير موجود، بتتحد القناتين الهضميتين حتى تكون قناة أعورية واحدة. البويضات ليس لها غطاء ولكن لها شوكة. السركاريا لها ديل مشقوق في المؤخرة ولا يوجد في دورة حياتها طور الريديا. هناك نوعان من ديدان البلهرسة، هو يعيش غالبا في الأوعية الدموية للأمعاء الغليظة لذلك تسبب مرض البلهرسة المعوية، والنوع الآخر بيعيش في الأوعية الدموية للجهاز البولي وتسبب مرض البلهرسة البولية. أولا ديدان البلهرسة المعوية أو شيستوسوما مانسوني، تم اكتشاف هذه الدودة بواسطة العالم بيل هيرس في مصر لأول مرة عام 1851. توجد هذه الديدان منتشرة في غرب وشمال وشرق أفريقيا كما توجد في أمريكا اللاتينية. العائلة النهائي هو الإنسان أو الهامستر ونادرا في القرود. مكان التطفل في الأوردة المسرقية الموجودة في جدار الأمعاء الغليظة والمستقيم والجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة. الشكل والتكوين، الديدان البالغة متكيفة بصورة جيدة للعيش داخل الأوعية الدموية. الذكر مسطح وقصير، جوانب جسمه تلتف بطنيا حتى تكون ميزاب أو قناة تسمى قناة التزاوج أو الاحتضان جينوكوفريك كانال، والتي تحمل جسم الأنثى الضيق الطويل. يغطي الجلد في الذكر بحليمات أو نتوءات كبيرة، وفي الأنثى توجد الحليمات في الناحيتين الأمامية والخلفية. المفصلين الفمي والبطن موجودين، ويكون الأخير في الذكر أكبر عضلي أكثر من الأنثى، ويساعد على بقاء الديدان داخل الأوعية الدموية ضد تيار الدورة. يكون الجهاز الهضمي في الذكر من فم بيوجد في الممص الفمي يليه المريء الذي ينقسم عند مستوى الممص البطني إلى قناتين معويتين تتجه إلى الخلف على جانبي الدودة، ثم بتتحد في كل من الذكر والأنثى عند ملتقى التلت الأمامي مع التلت الأوسط بالجسم، بكونه قناة عورية واحدة بتنتهي بدون فتحة في الجزء الخلفي من الجسم. تكون الجهاز التناسلي في الذكر من 6 إلى 9 خصل صغيرة الحجم، توجد غالبا في شكل عنقود أو مجموعة. تخرج من كل خصية قناة منوية، بتتحد القنوات المنوية حتى تكون قناة منوية واحدة، تنفتح حتى تكون حوصلة منوية، ومن ثم تفتح في الفتحة التناسلية الواقعة وراء الممص البطني. أما في الأنثى فتكون من مبيض بيضاوي يقع أمام القناة الأعورية بين القناتين المعويتين، ويخرج من الناحية الخلفية للمبيض قناة بيض صغيرة بتتجه إلى الأمام حيث تفتح في المبايض. تشغل الغدد المحية جزء خلفي من الجسم، وتوجد على كل جهة من القناة الأعورية الوسطية، ويعمل الجزء القريب من قناة البيض كمستقبلة منوية. وقناة اللورن تكون مفقودة، يخرج من المبايض رحم أنبوبي بيتجه إلى الأمام هتفتح خلف الممص البطني، والرحم قصير بيحتوي على 4 بويضات في الغالب. هاي ذكر البلهرسة المعوية، بيحمل الأنثى في قناة الاحتضان زي ما احنا شايفين، هذه قناة الاحتضان وهذا الرأس، هاي الممص الفمي وهي الممص البطني. طبعا في الذكر أغلط وأكبر
ما هو موجود في المعدة. شايفين واضحين جدا في الذكر أكبر. دورة الحياة بتعيش الديدان البالغة طبيعيا على شكل أزواج في الأوعية المسرقية، تحمل الإناث وأصل الذكور، تضع الإناث البيض حيث تكون بيضة واحدة في كل مرة، بتتراجع قليلا على طول الوريد بعد وضع كل بيضة. عندما يحدث وضع البيض تأخذ الدودة اتجاه معين، حيث تضع البيضة وشوكتها تتجه للخلف، وبهذه الشوكة تمسك البيضة بالغشاء الباطن للأوعية الدموية، وتمنع البيضة من الانحراف أو الرجوع عن طريقها بواسطة تيار الدم. عندما تمتلئ الأوعية الدموية بالبويضات، تمزق الأوعية، تأخذ البويضات طريقها إلى الغشاء المخاطي وتحت المخاطي، ومن ثم إلى تجويف الأمعاء ثم مع البراز. كذلك يفرز الجنين الموجود في البيضة إنزيم يساعد على الخروج من الأوعية الدموية. بعض البويضات تتغلف بواسطة آثار وبقايا النسيج، وبعدها بتتحطم. والقسم الأخير يحمل بواسطة التيار الوريدي إلى الكبد والطحال، وحتى إلى أعضاء أخرى كالرئتين والدماغ والحبل العصبي. ينتج الزوج من الديدان حوالي من 100 إلى 300 بيضة في اليوم. البيضة كبيرة بيضاوية الشكل الشفاف، لها شوكة جانبية. البويضات التي تفشل في الوصول إلى تجويف المعينة ما تتكلس في مواقع عديدة من الأنسجة التي توجد فيها. عندما تضع الأنثى البيض يكون غير تام النمو، يحتاج من 6 إلى 7 أيام لكي ينمو، ويحدث تفخيص بسرعة للبويضات عندما يخفف البراز بالماء. بوجود الضوء ودرجة الحرارة المثلى للتفخيص هي 28 درجة مئوية، بيخرج الجنين التام النمو المعروف بالمرسيدين، وهو ذو جسم هلامي مخروط الشكل مغطى بالأهداب، له قناة هضمية بسيطة وزوجان من الغدد الاختراق، أحدهما أمامي والآخر جانبي، وزوجان من الخلايا اللهبية. يفتح كل زوج بقناة جانبية، كما يوجد عدد من الخلايا الإنشائية، ويتحدد جنس الدودة من هذه المرحلة، حيث تتحول المرسيديوم الواحد إلى حوالي 250 سركارية 250 ألف سركارية من جنس واحد بعد إكمال دورة الحياة. بيسبح المرسيديوم في الماء لمدة لا تتجاوز 36 ساعة، حيث يوجد العال الوسيط وهو قوقع بايموفاليريا، فيخترق أنسجته. وقد لوحظ وجود عدة عوامل بتساعد في اختراق المرسيديوم من القوقع. واحد، عمل الأهداب التي تضغط على اليرقة لدخول القوقع، إفرازات الغدد المخاطية أو غدد الاختراق والتي تعمل كلاصق خلال عملية الاختراق، بالإضافة إلى عملها الأساسي كمحللة، استطالة الحليمة الأمامية التي تعمل كمثقب. بتحول جنين المرسيديوم إلى كيس جرثومي، وهذا يتحول إلى أكياس جرثومية تالية، والتي تكون في النهاية السركارية التي تكون في النهاية السركارية. بتترك السركارية جسم العائل الوسيط إلى الماء بعد حوالي من 4 إلى 6 أسابيع من اختراق المرسيديوم لجسم القوقع، ويكون خروج السركارية دوريا، ويميل للحدوث في ضوء الشمس بين الساعة 9 صباحا والثانية ظهرا. السركارية صغيرة، تتكون من جسم صغير بيضاوي بيصل طوله إلى 2 ملم، وديل منقسم إلى فرعين طوله 3 ملم. غطاء كل من الجسم والديل مزود بأشواك دقيقة. الجسم يحتوي على مقصين فمي وبطني، والأخير جيد التكوين. وتوجد إلى الجهة البطنية من موصل فمي فتحة فمية صغيرة تؤدي إلى مريء شعري بينتهي إلى جيب ثنائي الفص، يمثل بداية المعي. ويوجد عنقود صغير من الخلايا الجرثومية والجهة الخلفية من موصل البطن. بتكون الجهاز الإخراجي من 4 أزواج من الخلايا اللهبية، وتوجد الخلايا الخلفية منها إلى منطقة الديل، تتصل القنوات الإخراجية بمتانة وسطية وأنبوبة جامعة خلفية وسطية، بتمتد إلى أسفل الديل، بتتفرع إلى نهاية كل فرع من فرعي الديل بفتحة خارجية. لها أيضا 6 أزواج من غدد الاختراق، توجد في منطقة الجسم فقط، وتسمى سركاريا ديدان البلهرسة بالسركاريا ذات الديل المشقوق، وتعتبر هي الطور المعدي لديدان السركاريا. هاي البيض زي ما انتم شايفين الشوكة جانبية، هاي المراسيديوم، هاي القوقع ملتف بالشكل هذا بايموفيليرا، وهنا السركاريا. هاي دورة الحياة بشكل كامل. طريقة العدوى، بتسبح السركاريا في الماء لمدة لا تزيد عن 2 يوم حتى تجد العائل المناسب وهو الإنسان. تخترق أنسجته بمساعدة غدد الاختراق، تترك ديلها في الخارج. بكون الاختراق في البداية على شكل زاوية قائمة، ثم يكون بصورة موازية لسطح الجلد. في هذه الفترة تحول السركاريا المعروفة بالشيستوسوميولا باختراق بقية طبقات الجلد حتى تصل إلى الدوران الوريدي
مباشرة أو عن طريق الأوعية اللمفاوية. تتم عملية الاختراق غالبا بعد أن يترك الإنسان الماء، حيث توجد السركاريا في الماء العالق بالجسم، وعلى ذلك فإن تجفيف الجسم بسرعة بعد الخروج من الماء قد يمنع العدوى. تتم العدوى الإنسان بأحد الطرق التالية: عن طريق الاستحمام في مياه الترع والأنهار، غسل الملابس في مياه الترع والأنهار، شرب المياه الملوثة بالسركاري، حيث تخترق السركاري أغشية الفم إلى مجرى الدم، ولكن إذا ابتلعت السركاري فإنها تموت بفعل العصارة الهضم. عندما تخترق السركاري أو شص ميولة الجلد فإنها تصل إلى الأوعية الدموية، ثم تتجه إلى الجانب الأيمن من القلب ومنه إلى الرئتين، حيث تمكث في الشعيرات الدموية بضعة أيام، ثم تنتقل من الرئتين إلى الجانب الأيسر من القلب مع الدم المؤكسد، تخرج بالتالي إلى جميع أجزاء الجسم، ولكن لا يعيش منها إلا التي تصل إلى الكبد، حيث تنمو وتكبر وتصبح ديدان بالغة. ومن ثم يحدث التلقيح، بيحمل الذكر الأنثى إلى أوردة الأمعاء الغليظة والمستقيم، حيث تضع الأنثى البيض بعد حوالي شهرين من بدء العدوى. الأضرار والأعراض: فترة الحضانة، دخول السركارية حتى البلوغ، أثناء اختراق السركارية لجسم الإنسان بتسبب تهيج للجلد مما ينتج عنه حكة، أحيانا تؤدي إلى حساسية تظهر في شكل طفحة جلدي أو بثور أو نزيف جلدي بسيط. أثناء تجول الشص الميولة في الجسم بتسبب أعراض عامة مثل ارتفاع في درجة الحرارة أو الآلام في جميع أنحاء الجسم أو سعال نتيجة تجولها في الرئتين. فترة وضع البيض: معظم الأضرار الناتجة من الدودة بتكون نتيجة الالتهابات التي تحدث حول البيض الذي لا يجد طريقه إلى الخارج. أما الديدان الميتة فيحدث حولها التهابات أو أورام مثل البيض، خاصة إذا كانت في الكبد. تحاط البويضات الملتصقة في جدار الأمعاء الدموية بعدد من الخلايا الملتهبة أو الأكولة الفاجوسايتس، تلتهب الأنسجة وتفرز بعض الخلايا، وتتجمع الخلايا في النهاية حول البيضة مكونة جسم صغير يعمل كنواة، حيث تتجمع خلايا كثيرة بتكون في النهاية أورام صغيرة أو كبيرة حسب حجم التجمع. قد تسقط البيضات في مجرى الدم أو تلتصق بالأوعية الدموية، وبالتالي تصل إلى أي جزء من أجزاء الجسم، بتسبب أورام أو أضرار، خاصة إذا وصلت الكبد حيث تتليف أو إلى الرئة حيث يحدث نزيف. تتضمن الأعراض في هذه الفترة خروج البويضات مع البراز مصحوبة بالدم وحدوث تعنيه أثناء التبرز، ومع تقدم المرض قد تظهر أعراض المضاعفة مثل تليف الكبد أو وجود أورام سرطانية مع خجل شديد وفخر دم. الوقاية والمكافحة: عدم التبرز في المياه بمياه الترع والأنهار، عدم الاستحمام أو الشرب من مياه الترع والأنهار، تحسين بيئة الريف ورفع المستوى الصحي للمواطنين بالقرى عن طريق تزويد المنازل بالمراحيض الصحية، توفير مياه نظيفة للشرب أو الاستحمام، إنشاء ملاعب للأطفال، إبادة العائلة الوسيط وهي القواقع، غلي الماء أو تخزينه لمدة من 3 إلى 4 أيام قبل شربه لضمان موت السركاريا المعدية، تجفيف الجلد جيدا بعد التعرض للماء مباشرة، أو مسح الجلد بسائل كحولي مثل الكولونيا. وبهيك هيك انتهينا من المحاضرة الثانية 10.